اللي انت شايف ان ممكن موسيماني يبدا بيه مباراه بكره قدام المقاولين العرب؟ هو اكيد هيبقى لطفي موجود، علي لطفي موجود طبعا في حراسه المرمى، هيبقى مثلا علي معلول، هيبقى ياسر ابراهيم هيبقى موجود بردك، او ايمن اشرف، الاثنين هيبقوا مميزين الموجودين. ايمن او ولا ابراهيم ولا ياسر؟ انا صراحه الاثنين مميزين، يعني ايمن هيبقى موجود، ايمن هيبقى موجود، بس انا شايف ان بردك لازم يدي برضه ياسر بردك، عشان ياسر بقاله فتره ياسر من الناس المميزه جدا، بتقول يلعب ما فيش مشكله، نفس طبيعه محمد نجيب يعني، حتى تلعبه يلعب يقعد ما فيش مشكله، فعايزين بردك يبقى ليه تواجد. بس خلي بالك الجزئيه دي برضه هتناقشك فيها، انت كنت باك شمال عالمي، ودايما لما انت بتحب السردباك اللي جنبك يبقى اشول شويه، يعني يفضل يكون اشول، دي مش ميزه شويه اللي يمكن لايمن اشرف، خاصه ايمن اشرف في الفترات اللي فاتت ماشي بشكل كويس، انه يثبت ايمن اشرف وبدر بنون في المنطقه ديت، ومن خلال المباراه ممكن ينزل لو المباراه سامحه انها تنزل. انا بتكلم يا كابتن الناحيه الثانيه، هو ممكن بدر يثبت زي ما هو، ممكن ايمن اشرف لو عشان احنا مش عايزين نخسر حد او اجهاد او حاجه، جزء من المباراه ممكن انزل ياسر ابراهيم عشان اديله الاحساس عشان ما يبعدش. تمام. لو جينا نتكلم الناحيه الثانيه، محمد هاني هيبقى عندك حمدي فتحي في نص الملعب، وعندك اليو ديانج، وناحيه هيبقى حسين الشحات هيبقى ليه تواجد، و شايف ممكن لو طاهر، بس طاهر ما نعرفش حالته ايه بالظبط، طاهر محمد طاهر يعني رجع من الاصابه او لسه ما بقاش موجود، وبعد كده محمد شريف، فمتهيألي وقفشه طبعا يعني انت بتتكلم طاهر في مين؟ طيب حسين الشحات ممكن من خلال يمكن تذبذب المستوى شويه ما يبداش مباراه بكره، ويبدا مثلا بطاهر محمد طاهر ناحيه اليمين، ويبقى عندك قفشه والناحيه الثانيه كهربا وفي راس حربه، ولا انت شايف انه كمان وجود حسين الشحات مهم جدا في مباراه زي دي؟ هو حسين هيديس لحظه حدين، لو حسين بعته او قعدته هيفقد الثقه في نفسه، وهيبقى عنده بعد كده هيرجع هيبقى في صعوبه ان هو يرجع تاني بشكل مميز. انا وطاهر محمد طاهر لو نزلناه واديناه اللقاء هو فرقته، فهيبقى عنده حافز قوي جدا، وهينزل عارف اللعيبه اللي بيلعب قدامها ايه، عارف الناحيه اليمين الباك رايت او الباك ليفت، لو لعب على الطرفين عارف المميزات اللي قدامه ايه، فدي من ضمن الحالات، بس هي دي ترجع للمدير الفني الحاله الموجوده دلوقتي عليها ايه، اللي هو حسين دلوقتي يقدر يستحمل يقعد بره او ينزل لقاء المباراه، وطاهر موجود، طاهر بقى فتره مش عارفين حالته البدنيه ايه او حالته الفنيه ايه بالظبط، فهو ممكن اللي يحكم حاجه زي كده. بتكلم في الخط الهجوم لازم يكون محمد شريف ليه تواجد، محمد شريف راس حرب اساسا طبيعي، هو سريع عنده بيقدر يعمل بسباس كويس، بيقدر يعدي كويس، عنده هدوء في عند المقابله مع حارس المرمى، عنده هدوء وعنده اتزان نفسي صعب يعني سهل جدا، يعني بيقدر يرفع الكوره بشكل مميز جدا. يعني مش اي حد في راس حربه لما بيقف مع حارس المرمى بيتخض، بيروح شايطها بسرعه. شريف عنده الناحيه دي، لما لعب مع انبي مع كابتن حلمي طلان تقلته، بيقف على الكوره بشكل مميز، بيقدر يحط الاجوان كلها، بيبقى هادي. فانا شايف محمد شريف يقدر ياخد من اول اللقاء، وبعد كده نقدر نشوف السيناريو بتاع الماتش ايه مع موسيماني. لسه كمان استمرار عقده ل 24 ده بيديله يعني دافع كده، و يعني معنوياته في السماء زي ما بيقولوا يعني دلوقتي. ما زي ما انت قلتي. بس في نقطه كمان لو جينا نتكلم فيها، ودي ترجع للمميزات للنادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي، اللي هم وافقوا الفتره ديت اللي الناس تقدر تطلع تشترك، اللي هي مالهاش اشتراكات في اللقاءات، اعراض. وده انا بقوي فرقتي بعد كده في المستقبل، زي ما احنا نتكلم دلوقتي في اكرم وفي صلاح محسن، احمد ياسر ريان الفتره اللي فاتت لما وصل مع البنك الاهلي قدر يجيب هدف مكسب، فدي كلها مع سيراميكا. انا كده بجيب برضك يعني، ده هيرجع لي تاني اللعيب بتاعي، هيرجع لي تاني هيبقى مميز ما خسروش، فدي من ضمن الحاجات اللي هي موجوده يعني المميزه جدا في النادي الاهلي الفتره الاخيره، اللي هو بيقدر يخلي اللعيب يستفاد زي اللي حصل مع عوده الاعارات للنادي الاهلي الموسم ده. ما دي اللي اتقلت دكه النادي الاهلي اللي جاي بنتكلم، فدي راجل عنده مميزات كتير جدا غير قبل كده، عندك لعيبه مميزه جدا قاعده بره في اثناء اللقاء تقدر تعمل اللي انت عايزه. طب الغيابات يا كابتن احمد زي وليد سليمان النهارده، وطبعا شناوي ما نقدرش يعني اكيد طبعا يعني في حراسه المرمى وجوده مهم جدا جدا، تاثر على مباراه المقاولين بكره مع المقاولين؟ اكيد. بص لو جينا نتكلم الصراحه، شناوي جون مميز جدا نمره واحد في مصر، جون مصر طبعا. المركز الوحيد اللي بيبقى فيه صعوبه شويه في التشكيل او في التغيير، كابتن هاني يعرف طبعا، بيبقى عنده صعوبه جدا لما يكون حد عنده يعني ما عنده الثقه قبل ما يكتسبها اثناء اللقاء. فالثلاث الحراس مرمى مميزين، بس الشناوي هو اللي بيشارك دلوقتي فهو مميز جدا، هيأثر طبعا اكيد، بس احنا النادي الاهلي عندنا واحد واثنين وثلاثه مميزين يقدر يسد الموضوع ده، حتى اخر واحد مصطفى شوبير لو لعب ووقف النادي الاهلي هيبقى قد الثقه وقد اللقاء اللي موجود يعني.
النقطه الثانيه وليد سليمان لعيب مميز جدا، لعيب كبير من يعيش احسن فتراته موجوده في النادي الاهلي، اللي هو حقيقة. مميز بينزل يغير لك اللقاء، وانا بحب من النوعيه دي اللي هي تقعد لعيب كبير، حتى لو لعيب كبير يقعد ما بيتكلمش بره التشكيل، ما بيتكلمش، نزل في الخمس دقايق، نزل قليل ما بيتكلمش. دي نوعيه اللعيبه الكبيره اللي او شخصيه النادي الاهلي اللي هي موجوده، اللي انا موجود تحت طلب في اي وقت. فوليد اكيد مؤثر، وكنا نتمنى ان شاء الله وربنا يسهل ان شاء الله خلال الفتره دي، لو يعني العلاج نشوف بس درجه التمزق قد ايه بالظبط، كام في المدى يعني كام بالظبط، عشان يقدر ان شاء الله نتمنى نشوفه يعني حاجه متحط في السي في، او حاجه لما انت موجود. انا لعبت مثلا كاس العالم في اليابان اللي هي كانت 2005 2006 فدي بتبقى موجوده عندي في السي في. نفس الكلام وليد بيقدر الحاجات دي كلها في الفتره دي عايز يكتسبها مع النادي الاهلي، وحظه كمان انه ما شاركش في دوري